بشاب جزائري واحد من أبناء الشعب اسمه فاروق بوجملين، تعرفوه ريفكي. شاب شكل ظاهرة من خلال دعوته لأصدقائه ولمن يعرفه في أن يحيوا معه عيد ميلاده، حضر الآلاف، كانت ظاهرة. رأيته في التلفزيون يقول أنا أتمنى أن أشارك في فيلم سينمائي. أنا دوري أن أرعى المواهب وأن أساعدها وأدعمها، ودعمت يعني المئات واستقبلت المئات، يعني الناس ما توقفوا غير عند هذا، وروجوا إلى أن استقبلت طبعا شاب من حقه، وأنا الأبواب تاعي مفتوحة للجميع والناس يعرفوا هذا، استقبلت لأنه واحد من أبناء هذا الشعب عنده حلم، من حقه كأي واحد من يعني عنده شيء يريد أن يصل إليه، كان حلمه أنه يشارك. كان عندنا مشروع قائم، قلت له اتصل بهؤلاء فربما أوجدوا لك دورا، وانتهى الأمر في 10 دقائق. فراح وروجوا أن سيريفكا هذا أخذ 400 مليون، وأنه دار بطاقة فنان، كل هذه أكاذيب وأباطيل، وكذبها هو قبل أن أكذبها أنا الآن. فابحثوا عن شيء أهم، لأن الشعب الجزائري أعتقد أنه بحاجة إلى أشياء أهم من هذه السفاسف ومثل هذه الأخبار التي لا يعني تحقق شيئا.